يواصل فيروس إيبولا الفتاك انتشاره في غرب إفريقيا ليصل بذلك إلى نيجيريا التي بدأت باتخاذ احتياطات احترازية بعد تسجيل أولى الحالات. وقامت السلطات بإخلاء مستشفى شهد وفاة رجل ليبيري مصاب بالإيبولا في محاولة للقضاء على المصدر الأساسي للعدوى، وبدأت بتعقيم جميع الأجزاء المعرضة للتلوث. حسنا، لقد أجرينا اتصالاتنا، لدينا الآن معلومات حول هذا الفيروس، يقول هذا البروفيسور في المستشفى الجامعي في لاغوس. لدينا معلومات عن الذين من حولنا، لذلك كما قلت تعمل فرقنا على ذلك، إذ قمنا بتدريب الموظفين والآن يطرحون الأسئلة حول أولئك الذين يعملون عن قرب من المرضى. الفيروس الذي يعد الأكثر دموية من أي وقت مضى بدأ بالانتشار في سيراليون قبل أن يتفشى في 3 بلدان أخرى في غرب إفريقيا، وهي غينيا وليبيريا ونيجيريا. ولقي طبيب الأخصائي السيراليوني الشيخ عمر خان حتفه مساء الثلاثاء. المكافح للمرض توفي متأثرا بإصابته بالفيروس ليصبح بذلك ثاني طبيب يموت بسبب المرض بعد أحد كبار الأطباء في ليبيريا المجاورة الذي توفي يوم السبت المنصرم في ضواحي العاصمة مونروفيا.